مباراه خاصه عليك. علاش؟ مولد تونس لا طبعا ايه باسكو شفنا في الرابطه لما كنت مدرب مولد الجزائر على بوك دارك مدرب تونسي في هذه لازم نحكي عليها شيخ اليوم. ربما ما كاش ناس بزاف اللي على بالهم بلي السيد عبد القادر العمراني ولد في البلد الشقيق في تونس. تونس العاصمه طبعا ولعب في تونس. نربحوكم ان شاء الله. لعبت في نادي رياضي حمل طبعا نفكر امام الانف. ايه نادي رياضي حمل كنت صغير خرجت مع دخلت انا كما يقولوا الخدمه العسكريه 79 الله يبارك منتخب الوطن العسكري مع السوخان الله يرحمه. الله يرحمه. الله يرحمه. لهذا نظن بلي هذا الشيء نجم نقوله جو بونس كو هما يعرفونا احنا نعرفهم ولكن الاسلحه تبقى التركيز. اهم شيء انه اللاعبين كي يطلب منهم المدرب عمل اللي يقوموا به. انا واش نقول ليفيتي لي ديشي هذا هو المكسب. ما يلزمناش نضيعوا كرات قريب المرمى تاعنا، يلزم لا رولونس تكون مليحه. صح هذو الاشياء اللي ربما لي تي دي تاي كيفون فير لا ديفيرونس. نعاودوا نقولوا لقضيه تونس شيخ. تونس بون تربح الجزائر راح تشجع راح تفرح مع الجزائر. عندي فروغ منها يدير سيرفيس ناسيونال ولكن غدوه ان شاء الله سيدي القادر العمراني جزائري ولا تونسي؟ جزائري كيف طبعا يعني شوف شو الغلطه تاعك زدتي لا 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 ماشي هذا لا لا واحد ما يلزمش ينكر لا مستحيل مستحيل خاوتنا دير كاين كاين مشكل روح لتونس يقولوا جزائري تجي جزائري لا 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 جزائري وتبقى جزائري لا بالعكس كي شفنا العام اللي فات شفنا في الرابطه المحترفه كيقول مدرب تونسي خويا نقول هو مي جو بونس كو سي فري دوك الشيء اللي تكلم عليه يحبوا ينحيوه ويكتبوا عليه هما اللي كتبوا تونسي اللي كانوا يحفروا ولكن نقول باللي والله ماشي غير الاطفال نظن كامل الشعب الجزائري تبع في هذه المقابله سواء نساء سواء رجال جو بونس كو كي شفت الماتش دومي فينال ما كانش واحد يدور في طريقه صح كاين